Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, sisters. I'm going to recite Surah An-Naba, inshallah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إلا حميما إلا حميما إلا حميما إلا حميما وغساقا إلا حميما وغساقا إلا حميما وغساقا إلا حميما وغساقا جزاء إلا حميما وغساقا جزاء إلا حميما وغساقا جزاء إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إلا حميما وغساقا. Here as well we have حميما و. So this is إدغام ناقص with غنة. غساقا. السين is a light. We don't say غصا. غسا غسا. You mean from heavy to light. جزاء جزاء. مد متصل here. 4 or 5 count. We need to stretch it for 4 or 5 count. جزاء وي أوي. We don't say أوي. That's too much. أوي أوي. And the well is a light as well here. إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا
إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. 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 لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. بارك الله فيكم. إن شاء الله may Allah accept it from all of us and make it easy for all of us. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.